انت؟ ايش مالك؟ المحابس او البات يعتبر من ابرز الطقوس الرمضانيه لدى الانباريين. لعبه عادت من التهجير هي الاخرى بعد توقف دام لسنوات. رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كافة إن شاء الله. إحنا بعد إن شاء الله ما تحررت مدينتنا الفلوجة بجهود الطيبين إن شاء الله رجعنا، فجينا هاي أول لعبة إن شاء الله نمارسها، هي لعبة المحابس اللي هي عادة بس بشهر رمضان المبارك، بشهر رمضان الفضيل إن شاء الله بعد صلاة التراويح تبدي الفرق، كل فريق يجيب فريقه ويجي يلعب. اليوم إحنا فريق حي الضباط، جت ضيافة الفريق الحي العسكري بدنا نلعب لعبة المحابس. فلعبة المحابس يعني عريقة وقديمة يعني من آباء وأجداد، وهي لعبة حلوة يعني بس بشهر رمضان المبارك. لهذه اللعبة فرق وأصول وقواعد، ويشارك بها لاعبون من أعمار ومناطق مختلفة. لعبة المحابس هي من الأجواء الرمضانية القديمة وتعتبر من التراث العراقي القديم، وبعد العودة من أهالي الفلوجة إلى مناطقهم واستقروا، الأمان موجود بالفلوجة الحمد لله، والاستقرار بجهود الشرطة والجيش العراقي الباسل. نتمنى الأمن مستتب بالمدينة ويبقى الاستقرار، وهذه الأجواء حلوة ونتمناها أن تستمر بهذه الأجواء. نستقبل أعداد من غير مناطق، لأن لعبة المحابس لعبة شعبية، حتى لما يلعب يحب يتفرج يشوف، شوف الناس شلون تلعب محابس يتفرجون، وترى مو كلها يعني من منطقة واحدة، هاي من مناطق. الناس تجي تستقبل، يطلعون ورا الفطور، يطلعون على المتنزهات، اللي يقعد يشرب درقيله، اللي يقعد على محابس، اللي يقعد هو جماعة يلعبون دومنا مثل شوفت عينكم انتم. موروث شعبي تناقلته الاجيال، لم يفقد بريقه رغم توالي السنين. لقناة صلاح الدين الفضائية، محمد البدراني، محافظة الانبار.